النهائي سيكون نهائي تاريخي بأتم معنى الكلمة بالنسبة لأبناء المجمع لنادي الفيحة في هذه المباراة على كأس خادم الحرمين الشريفين. الآن عبر ممر الشرفي الأبطال الفائزون بجائزة العلوم الهندسة آيسار 2022. في هذه الأثناء يتم تتويج الأبطال في جميع المجالات الذين رفعوا اسم المملكة عاليا في المحافل العالمية، وتم تتويجهم بجوائز شرفية عظيمة للغاية. تحية لهؤلاء الأبطال كل في مجاله الذين دخلوا في هذه الأثناء لتحية لاعبي الفريقين وسط عاصفة من التصفيق لهؤلاء المتفوقين بالتأكيد اللي نفخر بأمثالهم في العديد من المجالات. لفتة رائعة جدا قبل انطلاقة هذه الأمسية بين الهلال والفيحاء، وأيضا سيكون هنالك صورة تذكارية في هذا الحدث مع بالتأكيد نماذج رائعة لوطني لبلد المملكة العربية السعودية. كل في مجاله بالتأكيد في العديد من المجالات المهمة والحيوية حصلوا على جوائز تقديرية عالمية، تفوقوا فاستحقوا هذه التحية، فاستحقوا هذا التكريم، فاستحقوا هذا التصفيق، فاستحقوا الكثير من الحب لأنهم يرفعون اسم المملكة عالية.